والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني، أنا استغفر دائما بس أحيانا استغفر وأنا غافلة، بس اللسان يأخذ على الاستغفار. نعم. فهل لي أجر؟ سؤالها الثاني حول الاستغفار، تقول استغفر دائما وأحيانا أكون غافلة فأستغفر لأن لسانها اعتاد على هذا، تقول هل لها أجر يا شيخ؟ كنت تستغفر وهي غافلة مثلا، لا هي الساهية، اعتادت يا شيخ، اعتاد لسانها، اعتادت على الاستغفار. إذا اعتادت الاستغفار أو وجرى على لسانها فهي مأجورة على الاستغفار. نعم. ولو لم يحضر قلبها، لأن الذكر ذكر بالقلب وذكر باللسان، وذكر بالقلب واللسان. نعم. أعلاه إذا تواطأ القلب واللسان في الذكر. نعم. ثم عليه ذكر القلب ثم عليه ذكر اللسان. فإذا ذكر الإنسان الله جل وعلا بتمجيد أو تقديس أو استغفار وتوبة وأوبة بلسانه فإنه مأجور، لكن لا يكون أجره كما كأجر ذاك الذي جمع بين ذكر لسان وحضور قلب فيما يقول. نعم الحمد لله.